بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة: وواجباتها التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم في الحلقة التي قبل هذا أن أفعال الصلاة وأقوالها ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. تقدم الكلام على الأركان، انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الواجبات. والفرق بين الركن والواجب أن الركن من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي بعدها مكانه. وأما الواجب فإنه إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، كما يأتي في الباب الذي بعد هذا. وواجبات الصلاة ثمانية: التكبيرات، تكبيرات الانتقال غير التحريمة، لأن التحريمة ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. أما بقية التكبيرات فإنها تسمى تكبيرات الانتقال، كتكبير الركوع وتكبير الرفع منه، تكبير عند السجود، تكبير الرفع منه إلى آخره. فهذه التكبيرات كلها من قسيم واجبات الصلاة وليست أركانا، إلا المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، ثم ينحط مع الإمام في الركوع. إن أتى بتكبيرة الانتقال فهو أفضل، وهي في هذا الموضع سنة، وإن لم يأتي بها فإنها غير واجبة في هذا الموضع، كما نص على ذلك أهل العلم. الثاني من الواجبات التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد. وأما المأموم فلا يقول ذلك، لا يأتي بالتسميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. الثالث من الواجبات التحميد، أي بعد الرفع من الركوع يقول المأموم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو الواجب، وما زاد عليه فإنه مستحب: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد،
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كله سنة. وأما الواجب فهو قول ربنا لك الحمد. الخامس تسبيحة الركوع والسجود، بأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة مرة، وإن زاد إلى ثلاث فهو أفضل، وإن زاد إلى عشر فهو أفضل. فالواجب في التسبيح الركوع والسجود مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر، أعلاه عشر تسبيحات. وذلك لأنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. نعم. وتسبيحة الركوع والسجود، قال بعده وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته. نعم، من واجبات الصلاة أيضا سؤال المغفرة، سؤال المغفرة بين السجدتين، بأن يقول رب اغفر لي. الواجب مرة واحدة، والمستحب ما زاد على ذلك ثلاث مرات أو أكثر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ويداوم عليه ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله ويسن ثلاثا أي أن يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ثلاث مرات، هذا أفضل. والواجب مرة واحدة اللهم اغفر لي، وإن زاد اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نعم. والتشهد الأول وجلسته. نعم، من واجبات الصلاة التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول كما جاء في حديث ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه. وجلسته هذا ركن مستقل، فلا بد أن يجلس للتشهد الأول. فلو قال التشهد الأول وهو غير جالس لم يجزئه، لا يجزي إلا وهو جالس له. ولذلك قال وجلسته أي جلسة التشهد الأول. هذا هو الواجب الأخير من واجبات الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشرائط التي يعني شروط الصلاة التسعة التي مرت، والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر فيها إلى الفراغ منها، هذه الشروط مثل النية واستقبال القبلة والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة ودخول الوقت، هذه شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها مع القدرة. والأركان وهي التي مرت، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، والاعتدال بعد الركوع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسليمتان، هذه أركان الصلاة. وكذلك ما عدا الواجبات التي
شرحناها قريبا. فما عدا هذه الثلاثة الشروط والأركان والواجبات من أفعال الصلاة وأقوالها فإنه يكون سنة، من فعله فهو أفضل ويثاب عليه، ومن تركه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويسمى بالمندوب. وسنن السنن في الصلاة سنن أقوال وسنن أفعال، مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ووضع اليدين على الصدر، والقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وما زاد على المرة في تكبيرة الركوع والسجود في التسبيحات. أي نعم، في تسبيحات الركوع والسجود، وما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال من الركوع من ما ورد، كل هذا من سنن الأقوال والأفعال. نعم. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. نعم، من ترك شرطا من شروط الصلاة التسعة كالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، هذا شرط. نعم. ودخول الوقت، استقبال القبلة، والنية، ستر العورة، وكل هذه شروط لصحة الصلاة. فمن ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته، لأن الشرط لأن المشروط لا يصح إلا بوجود الشرط. أما إن كان تركه لعذر لا يستطيع القيام بهذا الشرط، كمن لا يستطيع الطهارة لا بالماء ولا بالتيمم، فإنه يصلي على حسب حاله ويسقط هذا الشرط كذلك الذي لا يستطيع ستر العورة، ليس عنده ما يستر به عورته، أيضا يصلي ولو كان عريانا ولا يترك الصلاة. كذلك اجتناب النجاسة في ثوبه وبدنه، إذا لم يستطع اجتنابها وإزالتها إذا أصابته فإنه يصلي ولو كان عليه أو على ثيابه نجاسة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك من ترك القيام في الفريضة للمرض والعجز عن القيام إنه يسقط عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم. غير النية، قال: غير النية، فالنية لا تسقط بحال، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح الأعمال إلا بالنية. وأيضا النية لا يعجز عنها، لا يتصور أنه يعجز عن النية. نعم. نعم، فلا تسقط عنه بحال من الأحوال. نعم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. أما الأركان والواجبات فإن تعمد ترك شيء منها بطلت صلاته، لأنه لم يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. كما لو تعمد ترك القيام من غير عذر في الفريضة، أو تعمد ترك قراءة الفاتحة من غير عذر وهو يحسن القراءة، أو تعمد ترك الركوع أو ترك السجود بطلت صلاته، لأن الصلاة تقوم على الأركان، فإذا فقدت الأركان فقدت الصلاة. هذا مع التعمد. أما إذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي، يعني تصح صلاته لكن
يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها ذلك الركن كما يأتي، ويسجد للسهو وتصح صلاته. نعم. بخلاف الباقي، بخلاف الباقي ما عدا الأركان والشرائط، ما عدا الشرائط والأركان والواجبات، فإذا تركه صحت صلاته، كمن ترك سنة من السنن القولية أو السنن الفعلية العملية، لأن السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. ما عدا الأركان والواجبات التي مر ذكرها من أفعال الصلاة وأقوالها، فإنه سنن أقوال مثل الاستفتاح والاستعاذة، قول بسم الله الرحمن الرحيم، والقراءة بعد الفاتحة، هذه سنن أقوال. وكذلك سنن أفعال مثل وضع اليدين على الصدر حال القيام، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده بعد القيام من الركوع، هذه سنن أفعال وما شابه ذلك. فإذا تركها لم تبطل صلاته سواء عمدا أو سهوا، لأن هذا سنة. ولا يشرع السجود، يعني لا يستحب السجود لترك السنن، وإن فعله فلا بأس، يعني فهو مباح. إذا سجد للسهو عن ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية فقد فعل مباحا لا مستحبا ولا واجبا. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب سجود السهو. نعم. لما كان الإنسان عرضة لحصول السهو فإنه وقد يسهو في الصلاة، فإنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في السهو في الصلاة، وهذا من كمال هذا التشريع. الحمد لله. والسهو هو الغفلة والذهول، هذا هو السهو، هو الغفلة والذهول عن الشيء. فالسهو في الصلاة هو الذهول والغفلة عن بعض ما يجب فيها أو يشرع فيها، بأن يتركه ناسيا أو ذاهلا، هذا هو السهو في الصلاة، بخلاف السهو عن الصلاة. قد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالسهو في الشيء يكون مع الجهل وعدم العلم، وأما السهو عن الشيء فإنه يكون مع العلم، تركه مع العلم. فالسهو عن الصلاة هو تأخيرها عن وقتها أو عدم إتمام ما يجب إتمامه فيها، هذا يعتبر كالذي ينقر الصلاة، فهذا يعتبر من السهو عن الصلاة. قد توعد الله من فعل ذلك بالويل. هذا هو الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. السهو في الصلاة يكون مع النسيان ومع الجهل من غير تعمد، بخلاف السهو عن الصلاة فإنه إخلال فيها عن تعمد وعلم ومعرفة. وقوله سجود السهو، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة، فأضيف إلى سببه. والسهو في الصلاة حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة، من أجل أن يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، فقد قام صلى الله عليه وسلم من الثنتين ولم يتشهد،
وسلم من ثنتين من صلاة الرباعية ساهيا عليه الصلاة والسلام، وقام إلى خامسة ساهيا، ثم بين لأمته ما يفعلون عندما يحصل شيء من ذلك. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ينسي رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أجل أن يبين للأمة ماذا يفعلون إذا حصل لهم شيء من ذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما ينسى البشر. نعم. قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك. يشرع، قال يشرع ليشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، لأن هذا فيه تفصيل. يشرع أي سجود السهو لزيادة في الصلاة سهوا، زيادة في الصلاة سهوا، كأن قام إلى خامسة سهوا، أو سلم قبل إتمامها سهوا، فإن هذا من الزيادة في الصلاة. ويشرع لنقص في الصلاة كمن ترك التشهد الأول، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على ما يأتي تفصيله، هذا يعتبر نقصا، يشرع له سجود السهو مع ما يجب كما يأتي. وشك يعني يشرع سجود السهو في الصلاة إذا حصل له شك، والشك هو تساوي الطرفين من غير ترجح لأحدهما، هذا هو الشك. أما إذا ترجح أحد الطرفين على الآخر فهذا يسمى ظن، يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهما، المرجوح الطرف المرجوح يسمى وهما. فسجود السهو يشرع لهذه الأمور الثلاثة: الزيادة في الصلاة سهوا، أو النقص من الصلاة سهوا، أو حصول الشك وهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. فإذا حصل له حالة من هذه الحالات الثلاث فإنه حينئذ يشرع له سجود السهو. نعم. قال: لا في عمد في الفرض والنافلة. لا في عمد، فسجود السهو لا يشرع في العمد. فمن ترك، من زاد في الصلاة، من زاد في الصلاة متعمدا أو نقص من الصلاة متعمدا فإنها تبطل صلاته. نعم. ولا يجبره سجود السهو، لأنه حينئذ يكون متلاعبا. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة في الفرض والنافلة، نعم، أي أن سجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لا فرق بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. هذا عام في الفريضة وفي النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. نعم، هذا هو رجوع إلى قوله يشرع لزيادة. فإذا زاد فعلا من جنس أفعال الصلاة كالقيام أو القعود أو ركوعا زائدا أو سجودا زائدا، فهذه الأمور من أفعال الصلاة، جنسها من أفعال الصلاة. نعم. فإن فعلها عمدا بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة متعمدا تبطل صلاته. وإن فعله سهوا فإنه يسجد له وتصح صلاته. نعم. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. نعم، هذا تفصيل لما سبق، لأنه قال فمن زاد فعلا من جنس الصلاة، هذه القاعدة،
ثم أخذ يفصل هذه القاعدة فقال إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، يعني كأن قام إلى ثالثة في الفجر أو إلى رابعة في المغرب أو إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء، هذا إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فلا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن لا يعلم إلا بعد أن فرغ منها، بعد أن فرغ من الركعة الزائدة، فإن صلاته صحيحة لأنه معذور بالنسيان، لكن يسجد للسهو، يسجد للسهو. هذا إذا لم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة ولم ينبهه الصحابة لأنهم لا يدرون ماذا حدث، فلما سلم سمع وشوشة منهم فقال ماذا بكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا إنك زدت ركعة، فانفتل صلى الله عليه وسلم وإلى القبلة وسجد سجدتين، هذا إذا لم يعلم إلا بعد أن فرغ منها. أما إن علم وهو فيها، وهو في أثناء الركعة الزائدة، فإنه يجلس في الحال ولا يجوز له الاستمرار فيها، فإن استمر فيها عالما بالحكم أو عالما أنها زائدة بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمدا. لكن الواجب عليه من حين يعلم أنه في زيادة أن يجلس فيتشهد إن لم يكن تشهد التشهد الأخير، هو ويسجد للسهو، يسجد للسهو ثم يسلم، ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة وسلم وحصل من أصحابه تساؤلات بيّنوا له أنه زاد ركعة، فانفتل صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فإذا كان لم يتشهد، قام إلى الخامسة وهو لم يتشهد التشهد الأخير، فإنه يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو كما يأتي، لأن هذا عن زيادة. وإن كان قد تشهد التشهد الأخير وقام بعدما أتى بالتشهد الأخير ظانا أن صلاته لم تكمل، فإنه لا يعيد التشهد لأن الركن لا يكرر، ولكن يسجد سجدتي السهو في الحال ويسلم. نعم. قال وإن علم فيها جلس في الحال فيشهد إن لم يكن تشهد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد ويسلم سجد وسلم. نعم، هذا كما وضحنا. نعم. قال وإنه إذا قام إلى ركعة زائدة سهوا فلم يخلو من حالتين: إما أن يعلم أن لا يعلم إلا بعد أن فرغ منها فإنه يسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن علم وهو في الزيادة، علم أنها زائدة، فإنه لا يجوز له الاستمرار فيها، لأنه حينئذ إن استمر كان زائدا متعمدا، فيلزمه الجلوس في الحال ولا يتأخر، ثم يفعل ما ذكر المصنف. إن كان لم يتشهد التشهد الأخير أتى به، وإن كان قد تشهد فإنه لا يكرره بل يسجد للسهو ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا ما سمح به لنا وقت اللقاء، نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به
من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله العريف الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.